السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أحبائي، رياضيات الصف الأول الابتدائي الجزء الثاني، درسنا بعنوان المبالغ المتساوية. نتعلم في هذا الدرس تمثيل مبلغ من المال بطرائق مختلفة. سلمان يقول: لأكون 50 فلساً يمكنني استعمال قطعتين نقديتين من فئة 25 فلساً. أما محمد لديه طريقة ثانية فيقول: وأنا لأكون 50 فلساً يمكنني استعمال 5 قطع نقدية من فئة 10 فلوس. انظر جيدا للطريقة الأولى والطريقة الثانية، إنها متساوية. استعمل النقود لتمثل المبلغ بطريقة أخرى. الآن مثل 45 فلساً الطريقة الأولى. قطعة نقدية واحدة من فئة 25 فلساً وقطعتان نقديتان من فئة 10 فلوس. هل يمكنك التفكير في طريقة أخرى لتمثيل 45 فلساً؟ هيا احضر الحصالة وما بها بالنقود ومثل ذلك. مثل 60 فلساً الطريقة الأولى. قطعتان نقديتان من فئة 25 فلساً وقطعة نقدية واحدة من فئة 10 فلوس. والآن استعمل النقود لتمثل المبلغ بطريقة أخرى. مثل 35 فلساً الطريقة الأولى. قطعة نقدية واحدة من فئة 25 فلس وقطعة نقدية واحدة من فئة 10 فلوس. والآن استعمل النقود لتمثيل المبلغ بطريقة أخرى. مثل 85 فلساً الطريقة الأولى. قطعة نقدية واحدة من فئة 50 فلس وقطعة نقدية واحدة من فئة 25 فلس وأيضا قطعة نقدية واحدة من فئة 10 فلوس. والآن استعمل النقود لتمثل المبلغ بطريقة أخرى. فكر جيدا. مثل 120 فلساً الطريقة الأولى. قطعتان نقديتان من فئة 50 فلس وقطعتان نقديتان من فئة 10 فلوس. استعمل النقود التي لديك لتمثل المبلغ بطريقة أخرى. إلى اللقاء.